طب هل معنى كلام حضرتك انه كريستيان برنارد في كيب تاون استعجل في العملية الأولى مثلا، كان محتاج دراسات أكتر؟ ده كلام مظبوط، إنما لازم حد يبتدي يعني يعدي الخط ده الباوندري. فكريس عدى هذا الموضوع واتظلم كتير. أنا كنت أعرفه قبل ما يعمل العملية، وعرفته أكتر بكتير بعد ما عمل العملية، لأن كان يجي عندنا في لندن كتير ويقعد عندي في المستشفى. فهو الجرايد ظلمته شوية، لأنه هو كان راجل عنده شعور ضخم جدا، كان بيحب العلم وكان بيحب الأطفال وكان بيحب ال ملوين. في جنوب أفريقيا في الأبارتايد، السود والبيض، هو كان ضد الحكاية دي، تفرقة العنصرية. كان عظيم جدا، كريس كان راجل عظيم، بس ناس ظلموه كتير.